حاجه بنحبها قوي هي كفته الرز. انا عندي كده في التلاجة طبق لحمه مفرومه نص كيلو، تمام؟ انت شكلك استنى متشيك. ماشي اهي يا باشا، اهي ده طبق نص كيلو لحمه مفرومه، تمام؟ كان في الفريزر هحطه لك مكانهم. تمام. النص كيلو انا حط عليه كوبايتين دقيق رز. الله، ليه حاطه كتير كده؟ عارفين ليه؟ عشان بقى ايه، انا لو مش عايزه اكل جنبها عيش وعايزين ياكلوها كده محمره احطها لهم بقى. خلاص انت كده كانك حطيتي العيش في وسط الايه، في وسط اللحمه نفسها، بقت هايله جدا وهتربي معاك كميه كبيره جدا. تمام. دي الرز ده بيتباع زي دي العادي خالص في كيس ورق كده في اي سوبر ماركت، موجود كتير قوي. طبعا احنا كنا زمان بنعمله، هتلاقيه خشن شويه كده. احنا كنا زمان بنعمل دي الرز ده ازاي بقى عشان اللي ما عندوش دي رز ومش هيلاقيه ولا حاجه؟ انا بكره هعمل الكفته دي، بروح جايبه مثلا كيلو الرز او نص كيلو الرز اللي انا عايزه اعمله، وهروح غسلاه وهروح حطاه في مصفى وسايباه، يعني اغسليه كده وسيبيه في الميه قولي 10 دقايق، وبعدين اقلبيه في مصفى وسيبيه لغايه ايه؟ تاني يوم. بس خليه مفرط عن بعضه، هتلاقيه ناشف شويه، تطحنيه في المطحنه هيبقى جامد جدا كده، مش بالنقع وانما بالمصفى، تمام كده؟ عندي بصل، عندي ثوم، شويه خضره، فلفل حامي، بهارات لحمه وملح وفلفل. سهله؟ سهله وبسيطه جدا. والحاجة موجودة عندنا، هنحط البصلاية. أنا هنا بصوا أنا عملتها لكم بالكوباية عشان اللي يحب إن هو إيه يعني يظبط الدنيا قوي معاكم. أنا مثلا هنا لو هحط نص كيلو عليه كوبايتين من الدقيق الرز، عليه كوباية من البصل المبشور أو المفروم كده كده أنا هفرمها دلوقتي في الكبة، عليه حوالي ربع كوباية من التوم. التوم بتاعها كتير، أنا مش هعمل لها صلصة عشان كده أنا بقول لك أنا مكترة كل حاجة. فهحط هنا آدي كوباية البصل وربع كوبايه ثوم. بصوا كده، هحط بصل وثوم والفلفل، هطحنهم بس مع بعض. تمام. بصي بقى، هحط الخضره، شبت وبقدونس وكزبره، حبه كتيره. انا بغذي الموضوع قوي، انا بغذي الموضوع قوي عشان لما ياكلوها حاف ويشبعوا منها هم كلوا وجبه، كاني عامله كفته ورز. بص انا عامله قد ايه خضار قد ايه. ماشي اهو. دي الرز بقى فيها هنا، عشان بس دي مهمه عشان ما قلتهاش في الاول، معلقه بيكنج باودر صغيره مليانه، معلقه بيكنج باودر صغيره مليانه، علشان دي الرز ما يكتمش معاك ويبقى تقيل، فبحط له بيكنج باودر بيطلعها نافشه وحلوه. تمام كده، ركزوا في الحاجات دي كويس جدا عشان بتفرق في الطعم. فدي هنا عندي ايه، معلقه صغيره مليانه بيكنج باودر، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين صغيرين ملح، تمام، معلقة صغيرة بهارات لحمة، أحط بقى إيه اللحمة المفرومة، نص كيلو لحمة مفرومة. ودلوقتي بقى إيه، بنصبع الكفته. انا بقى هعمل لكم منها مشوي عشان اللي مش عايز يحمر، تمام لسه. وهنا بقى ايه، الشوايه دي تدهن زيت بس، تدهن ايه، زيت بس، دهنه اول دهنه وخلاص. اول مره يعني كده، وهروح ايه حاطه كده. عايزه تدخليها الفرن، ما عندكيش جريل وعايزه تدخليها الفرن، دخليها الفرن برضو نفس الحكايه، مسحه مسحه زيت بس ودخليها.
وانا عارف مش هعمل كفته رز دلوقتي، حبيت ان انا اقول لك كل الوصفات بتاعتها. والمسلوقه ميه مغليه اهي، فيها شويه ايه، شويه ملح وفلفل، وهنزل فيها الكفته. بعد كده بطلعها واحمرها في معلقه سمن. فهمتوا ازاي انا بعمل دي بقى؟ وبرضو عايزه اقول ده اهي اللي انا حطاها في الصينيه، برضو بحط لها بعد ما تتشرب حبه الميه دول، يعني تكون استوت، برضو بحط لها معلقه سمنه صغيره عشان تدي ايه وش للتحميره. خلاص كده، وهنا المشويه دي خلاص كده، بس اديها لون كده من كل ناحيه وانتهت. يعني ولا حاجه، اهو اللي بيعمل دايت هينفع معانا ممتاز جدا. وادي اللي بالميه هتتشرب لسه، وادي اللي بتستلق.